نطلع بقى نطلع لقاءات بعد مباراه النادي الاهلي النهارده مع الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ، ثم فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم تاني. مع كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني كابتن سيد، بقول لك الف مبروك فوز الاهلي اليوم، اكيد مباراه كبيره جدا للنادي الاهلي وتاهل للنهائي في دوري ابطال افريقيا. شفت الاجواء ازاي واداء فريق النادي الاهلي ازاي؟ الحمد لله، طبعا يعني الهدف الاهم اتحقق، ان احنا وصلنا للنهائي، يعني حققنا الفوز هنا وهناك، لكن في النهايه الاهم هو الوصول للنهائي. يعني كنا قلقانين طبعا قبل المباراه، عندنا ثقه وعندنا شخصيتنا وعندنا تركيزنا وقدراتنا وكل حاجه، لكن في النهايه يعني ازاي ما اقلقش وانا بلعب بطل 2019 و2018، انا بطل 2020 بيواجه بطل 2019 و2018، فوضع طبيعي جدا يبقى في تركيز شديد جدا جدا، مش خوف، لكن انت بتتكلم على احداث المباراه والسيناريو اللي ممكن ما يبقاش لصالحك. يعني الحمد لله كان السيناريو لصالحنا، كان التحضير احسن بالنسبه لنا، دخول المباراه كان بالنسبه للترجي كان وضع طبيعي جدا في اول 5 6 7 دقايق ان هو يبقى ده مردوده يعني، لكن شخصيتنا فرضناها الحمد لله وقدرنا نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. مش ممكن تكون بتلعب في النادي الاهلي وعندك خوف وقلق من اي حد، عندك حذر حلو، يعني حذر حلو قوي واحترام حلو جدا، ده مفهوم في الكوره، لكن ما تخافش من حد بدليل ان انت بتلعب في النادي الاهلي، فاحنا عندنا ثقه فيك والا ما كنتش هتبقى موجود في النادي الاهلي. فطالما انت بتلعب في النادي الاهلي يبقى لازم هتلعب مباراه كبيره، هتجي لك امتى بقى؟ دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني النهارده اكرم هنا وهناك على فكره، مش هنا بس، كمان كل المجموعه، يعني مش عايز انسى حد، لكن انت طالما ضربت مثال وذكرت الاسم، يعني الهدف الاهم لسه ما اتحققش، بس عشان ده مفهوم عند اللعيبه، عندنا مباراه نهائيه مع كايزر يوم 17 لحد دلوقتي، لكن عندنا يعني نظره محليه شويه، مش عايزين نبعد عنها، عندنا مباراه مهمه جدا في مشوارنا، مش عايز اقول ختاميه ولا فاصله لان لسه بدري على البطوله، لكن مهمه بالنسبه لنا يوم الخميس في مشوارنا المحلي مع بيراميدز ان شاء الله الرحمن. زي ما قلت الشخصيه بس اللي هي تخش بيها بمفهومك ان انت داخل بطوله ايه، تركيزك فيها ايه، استعدادك ليها ايه، لازم تعرف ان انت وراك جمهور بال 70 و80 مليون، فمهم جدا ان انت تبقى بتشتغل عليهم ده، وكل ما كان الهدف كبير قوي التضحيات بتبقى اكبر، ده مهم جدا يبقى في المفهوم. يعني زي ما قلت لك عندنا مباراه نهائيه مع كايزر يوم 17، لكن في النهايه احنا عندنا مباريات محليه، عندنا مباراه محليه مع بيراميدز مهمه جدا في مشوارنا، عندنا مباراه بعدها مع سموحه يوم 4، عندنا مباراه مع المقاولين يوم 8، عندنا مباراه مع النصر المقاصة يوم 11، هتبقى عيننا على المباراه النهائيه، لكن يعني مركزين في البطوله المحليه ان شاء الله الرحمن. ده مهم برضو ان انت يبقى عندك المفهوم ده، ما تعرفش مين اللي ممكن ربنا على رجليه يجيب لنا البطوله، ما تعرفش، لازم تبقى الناس كلها متحضره، لازم كل الناس تبقى مستعده، يعني لان انت ممكن تفاجئ بحاله، تفاجئ باصابه، تفاجئ ايا كان، فالناس كلها لازم تكون جاهزه. انا قلت يمكن من اسبوعين قلت انا عندي احساس ان حسين الشحات هيبقى له دور، والحمد لله النهارده كان له دور ايجابي جدا، لسه الهدف الكبير بتاعنا كان عند حسين او عندي مجلس اداره او عند الجمهور ما تحققش يعني.